عاجل. مهدي المشاط يبلغ قيادة المجلس الرئاسي عن مطالبهم ويرفضون الحوار مع الشرعية. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أصدر المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بياناً بشأن المستجدات الراهنة على الساحة اليمنية في ظل الهدنة الأممية، وقال مهدي المشاط: نؤكد على ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولية ومعالجة الملف الإنساني، وهو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا والمماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقية التحالف تجاه الهدنة. وأضاف: إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد الزيفة الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها خطط لتدمير اليمن والشعب اليمني، ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج الوطن، والإجراءات التي اتخذت خارج اليمن لا علاقة لها بمصالحه ولا تمت للسلام بأي صلة، بل تخص شرعية وترتيب وضعهم. واختتم: الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية، ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله، وما حدث من استبدال لأدوار الشرعية ينبغي أن يكون عبرة، حيث لا شرعية تمنح من دول التحالف، والحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف، وللملف الإنساني وفك الحصار أولوية تسبق الجوانب العسكرية والسياسية.